اهلا وسهلا بالجمهور، اهلا وسهلا بالفرقه، واكيد اهلا وسهلا بمايسترو ابو اليزيد. اشتقنا لك كتير، ويا رب الاسبوع اللي فات كان اسبوع مليء بالحظ السعيد على جمهور الحياه وطبعا على جمهور ضربه حظ. يا مساء الحظ والانبساط والفرفشه. نجمنا الليله دي ما شاء الله طول بعرض يسدوا عين الشمس، وسامه شياكه وذوق، راجل شرقي بمعنى الكلمه، جرب حظه في الغنى وضرب معاه حظه في التمثيل. معنا النجم المحبوب ماجد المصري. يا سلام حبيبي قلبي. يا سلام، شو هالغنيه الرائعه. حبيبي حبيبي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتنا ماجد. عملت في ايه يا حماده ابو اليزيد؟ يا سلام حبيبي، يعني احنا خلص احنا حظنا 100 100 الليله. حبيبه قلبي ماجد، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بيك بضربة حظ، نورتنا. ربنا يبارك. وسعدة جدا انه هذه مرتين بسنه واحده، انا كثير محظوظه. ده انا اللي محظوظ والله. حبيبي يعني. حبيبي شو الاخبار؟ محظوظ معاكي ومع قناه الحياه ومع الجمهور الجميل. حبيبي والله. ومع الفرقه الرائعه اللي كلهم اصحابي، وياما لعبت معاهم مزيكا زمان. حماده ابو اليزيد طبعا ده حبيبي واستاذنا العظيم والله العظيم. حبيبي يا ملك ربنا. طبعا حماده دافع لي على الكلام ده، مش مشكله. لا ماشي، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. لازم اسالك شو اخبار لبنان؟ الفتره دي لا، انا بعيد عن لبنان شويه. اوكي. اشتقنا لك. مش بمزاجي. اشتقنا لك يا زلمه. اشتقت لك حبيبتي. لا كيفك؟ مش عارف ليه كل ما باجي اتكلم لبناني بيطلع سوري. بيطلع معايا سوري. مش عارف ليه. مش كلنا اصحاب. ما فيش مشكله، كلنا واحد. يعني بلبنان مثلا انه سافا، هيك اللبناني صار. اه صار فرنساوي بطل لبناني، عرفت؟ مفيش مشكلة، كل واحد يعني. كله داخل ببعضه. الحمد لله. محظوظ أنت ماجد؟ الحمد لله. من 10؟ اه 10 أرقام. من 10، من 10 على 10 محظوظ 10؟ بنسبة 10؟ أنا راضي يعني، فبعتبر إن أنا حظي 10 على 10، الحمد لله يعني راضي جدا يعني، عندي نسبة رضا كبيرة، فبقول إن أنا محظوظ 10 على 10. الحمد لله الحمد لله. وإذا بتتذكر هيك مواقف لعب الحظ فيها لعبته معك بحياتك. في حاجات كتير طبعا حصلت. شو اللي بتتذكرون؟ اول حاجه اني العب بطوله فيلم كبير اسمه سارق الفرح مع المخرج الكبير استاذ داوود عبد السيد. اترشحت فيه من قبل استاذ سلطان الكاشف منتج الفيلم، وده كان بالنسبه لي يعني اول خطوه في حياتي بعملها. طبعا كان بالنسبه لي حظ يعني، حظ كبير قوي يعني، وربنا وفقني وتوالت الاعمال بعد كده يعني. انطلقت بقى يعني خلاص. وعلى صعيد الشخصي شو هو هيك بتقول انه هيدي كانت ضربه حظ؟ على الصعيد الشخصي اني موجود معاكم دلوقتي. يا باشا يا باشا يا جامد. موجود معاكم دلوقتي. ده حظنا نحن اليوم ضربه حظ معانا. ربنا يخليكي. لا في حاجات كتير بتحصل في حياتي الحمد لله، انا شايف ان هي ليها علاقه بالحظ، وليها علاقه بان هي كويسه، وليها يعني ليها علاقه بالحب يعني. عارفه ازاي؟ ان كل ما يكون جواكي حب كبير وجواكي نظيف قوي، فربنا بيكرمك بحاجات جميله قوي بقى. يعني تنسبيها للحظ. صافي النيه، تنسبيها للحظ، تنسبيها للرزق، تنسبيها ان ده مكتوب لك. بس الواحد لما يكون من جواه زي الفل كده بتبقى الحاجه جميله. ماجد لما بتغني، وبتغني كتير عاده انت ببرامج ولما بيستضيفوك، ما بتشتاق للغنى؟ بشتاق، بس بشتاق بشتاق وبحب يعني، بحب كل جمله حلوه بحبها يعني. بسمع كلاسيك ميوزك مثلا، بسمع شرقي، بسمع شعبي، يعني اي جمله حلوه تلاقيني وراها على طول. ايا كانت مصدرها، لانها حلوه مش مختلفين عليها. عارفه ازاي؟ وهي نجحت خلاص وخلاص بتحركك من جوا. طبعا طبعا مزيكا فعلا موضوع. بس التمثيل سارقك 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 خلاص يعني. خلاص ما ينفعش اكون مغني وممثل يعني، يعني لا خلاص يعني. بعدين في ناس طبعا، انا مؤدي يعني، ما اناش مغني ومطرب وكده بتاع. ممكن اكون بغني غربي كويس، لكن الشرقي بجتهد او بحاول ان انا اتمرن عشان اعرف اقول جمله حلوه. لكن انا مش مصنف مطرب طبعا، لكن اعرف يعني احافظ على ان انا ما اطلعش بره المقام، ما اطلعش بره التون. لكن مش مطرب يعني، مش طرب بقى تقعدي تسمعيني كده وتنسجمي يعني. عارفه ازاي؟ ايوه بس بدك اقول لك شيء، مع البدايه النوويه اللي افتتحت فيها برنامج ضربه حظ اليوم، وقد كان في كاريزما وحضور رائع. الحمد لله. صدقني هو بالاخر الفنان عليه كاريزما. اسعاد الناس. عرفت؟ هيدي من 10 من 10 عملت 20 من 10 انه انت اسعدتنا كثير بهيدي الدخول بهذا الدخول بهالاغنيه. بجد والله؟ يا جماعه؟ ف يعني نحن سعدة جدا جدا. ثانك يو يا حبيبي، ربنا يخليك. انا بدي اعرف اخبارك الاخيره الصيفيه كيف كانت؟
الصيفيه كنت تاني يوم العيد انا ومراتي واولادي لفينا لفه كبيره جدا لفتره شهر، لان انا اولادي ومراتي تقريبا يعني شهر رمضان كله بصور، انا مخلص حوالي 27 رمضان مسلسل الخانكه. اوكي. وقبل طبعا الشهر رمضان ده، واحنا بنصور في الشهر نفسه يعني، في شهر رمضان نفسه كنا بنصور لحد يوم 27. أيوة رمضان. أيوة. قبل طبعا رمضان بشهرين برضو بنصور، وقبل كده طبعا بروفات بقى طبعا 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 وتحضير ملابس و الى اخره. ما بيشوفوك ابدا ابدا. ما كانش حد بيشوفني، فانا اتفقت معاهم قلت لهم احنا تاني يوم العيد احنا خلاص احنا هننطلق يعني. فانطلقنا فعلا، لفينا لفه كبيره جدا. وين رحتوا؟ رجعنا خبرنا. احنا طلعنا الاول على ميلانو. اوكي. وبعدين رحنا بعد كده على باريس، عشان كان ولادي عايزين يروحوا ديزني لاند. طبعا اكيد. قعدنا ديزني، وادم ابني تاه في ديزني لاند، وكانت كارثه بالنسبه لي والله العظيم. لا لا لا, لا 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 انا كنت مش عايز اقول لك، افتكرت فيلم تيكن بقى. بعرف بعرف بعرف. هروح اموت العصابه هلا. فاهمني يعني، حسيت انه اتخطف يعني، عارفه ازاي؟ طب كيف هو؟ ما اعرفش يعني، يعني فعلا بجد زحمه يعني هناك امم. بس ربنا اكرمني الحمد لله ان انا يعني عرفت اتصرف وكده، وعرفنا نجيبه على طول الحمد لله يعني. إن لا يعني هما قابلوني سكيورتي، وبعدين طلعت صورته بسرعه، كنت لسه مصوره مع بعض الشخصيات الشهيره طبعا. اكيد اه وكده وبتاع، فجابوه على طول يعني. وكان هو اتخض ولا هو كان مبسوط؟ لا هو طبعا مش عايز اقول لك، مراتي كانت خلاص بتنتهي. وقالت لي اكيد بقى في حد كان ماشي وراك من الناس اللي صورت معاك وعرفوا انه ابنك فاخدوه وبتاع. طبعا انا دماغي مش عارف يعني، ممكن يكون بجد ممكن يكون مش بجد، ممكن يكون هو ماشي مع نفسه. انا بقيت واقف بلف حوالين نفسي حبيبي، بس عرفت اجيبه يعني الحمد لله. ربنا اكرمني ان انا لقيته. بس اعتقد ان هو ابني يعني، انا ممكن ما اكون شبهه ولا لا. جبت لها اي عيل تاني؟ قلت لها ده ماشي حالك بده يعني. دهنته. قد ايه عمره ادم هلا؟ دلوقتي 9 سنين يا حبيبي. بس هو ما اتخض؟ مش خاف؟ لا هو طبعا لما شاف مامته هو نفسه كان جاي مخضوض وخايف، خايف مني مرعوب. بس الحمد لله يعني تمام. انا واثق ان ادم هيعرف يتصرف حتى لو الحمد لله على سلامه ادم حبيبي. ادم الحمد لله على سلامتك. ابقى يعني تسلى شوي، شاف له بنت حلوه ادم اكيد فرنسويه هيك كارولين. ما هو ده دي الحقيقه اللي مش عايز اقولها على لا لا اسيح للود وعدت الخالص. حبيبي الله يخلي لك يون يا رب. رحت الساحل بعد كده. انا بعد باريس بقى رحنا على تراجونا. تراجونا دي بلد صغيره جنب برشلونه في اسبانيا. قعدنا فيها فتره، وبعدين رجعنا على برشلونه قعدنا فيها فتره، وبعدين هم بعد كده رجعوا على ميلانو عشان كانت اخت مراتي بتولد رشا. وربنا اكرمها وجابت جويريه. اتعلمت اسباني يعني؟ يعني هي اشهر عندهم كلمه ارموسا يعني زي الموزه عندنا يعني موزه هي. عجب. والله حتى الموزه سرقتوها يا جماعه، خلونا لا الموزة. احنا اللي سرقناها منهم. هي في اللغه الاسباني ارموسا يعني موزه. اوكي. احنا طورناها شويه. جاهز نبدا برنامجنا؟ العيال دي كلها كانت في اسبانيا على فكره. على فكره كلهم اسبان. والله. بصي حتى ارموسا يعني ايه؟ شفتي؟ على قلب رجل واحد كله نفس الشيء. مش على قلب رجل واحد، على قلب مزة واحد. ما تقطعوش بعد بليز. اتفضلي حضرتك. هنبدا ببرنامجنا. برنامجنا اول فقره فيه فقره الارقام. هنختار رقم وحاسالك سؤال، وفينا نبدا بارقام هيك عزيزي على قلبك. عيد ميلاد ادم، عيد ميلادك انت. يلا بينا نشوف الارقام. يلا بسم الله. 11. هذا هو أكبر عيوب الرجل المصري. أكبر عيوب الرجل المصري إنه ساعات بيصمم على حاجات ممكن تعدي بسهولة. يعني ممكن تعدي بسهولة جدا. يعني ممكن الأمور تبقى أبسط من كده. ده عيب في الرجل المصري، يعني إحنا عايزين نبقى أبسط من كده. أوكي. يعني دي يمكن من سلبيات حتى الشارع المصري، تلاقي اتنين واقفين بيتناقشوا في حاجه يا جماعه والله العظيم تخلص بمنتهى البساطه بكلمه حلوه، بابتسامه، بصباح الفل، خلاص بقى يعني ما حصلش حاجه ورمضان كريم، عارفه الجمل اللي هي بتخلص الامور ده. لكن دي حاجات بسيطه قوي في الراجل المصري، انه بيمسك على حاجه بسيطه قوي، مع انه ممكن في حاجه كبيره يقعد ويركز ويتناقش ويشوف الامور ايه ويعقلها، لكن تيجي في حاجه بسيطه جدا وتعمل مشكله، ولو دورتي على الموضوع هتلاقيه تافه جدا. يعني اختار حروبك، اختار اختار حروبك يعني. يعني بالظبط، مش على كل صغيره وضايده يعني. لانه الدنيا يا دلي بدني يمكن ده من الضغط النفسي اللي الشعب فيه، لان يعني
الناس تعبانه والناس بتشتكي ولا اخره، فممكن يكون لو عارفه ايه اللي هو بيعمله كده، يا عم انت يعني اللي هو مستني، عارفه مزبوط ازاي مزبوط مزبوط. فيمكن من ده يعني عارفه ازاي، ولكن هنقول نطول بالنا على بعض. ان احنا شعب جميل ومن اجمل واطيب واجدع صح. وارجل شعوب العالم، وانا شخصيا بفتخر ان انا مصري واسمي ماجد المصري صح. يعني بحب مصر قوي عارفه ازاي، ايا كان بقى ظروفها كده ظروف انا بحبها، ومش يعني ما عنديش استعداد ان انا لا اروح بقى الم بيتي واولادي واروح اعيش في بلد ثانيه ولا الكلام ده ولا اي حاجه خالص. انا قاعد في مصر وللابد يعني اعيش فيها واموت فيها واندفن فيها، ما عنديش مشكله يعني. هونه النصيحه اللي او اندفن أنا... في اسبانيا يعني شوفي بقى هلا اسبانيا ممكن. انا هرجع لموضوع اسبانيا دلوقتي ماشي ان شاء الله، بس بعد الرقم احنا نروح اسبانيا يلا بينا كلنا ونعمل ضربة حظ بالاسباني بقى وناخد الموزز اللي موجودين. كدابين والله العظيم كدابين قوي. رقم جديد، رقم جديد 15. السؤال متفصل لألك. الله، يعني معمول لألك. اتفضلي. يجذبني هذا النوع من النساء. يلا بقى قوليها تاني كده عشان عجبتني منك. انا بقى قعدت ساعة اريها. يجذبني يجذبني هذا النوع من النساء. انا طول عمري كنت يعني انا وبجد والله يعني مش عشان حاجة، انا فعلا بيعجبني شكل مراتي قوي، يعني الشكل ده الحواجب اللي هي العريضة التقيلة اللي ربنا خلقنا بيها، ما هياش بقى عاملة كده ولا عاملة كده ولا مرفوعة قوي ولا مش موجودة خالص يعني، لا هي انا بحب ده عارفة ازاي، اللي هو الجمال العربي الاصيل. اوكي. اللي هو الشعر الاسود. اوكي. الحواجب التقيلة الشكل ده انا ده بيأسرني يعني بيجذبني، وربنا رزقني بيها فتمام انا قشطة قوي يعني الحمد لله. بقول لك محظوظ والله عليك. يا رب ضل يا رب دايما تضلكم مبسوطين. بس انت بتعرف انه هلا انجلينا جولي طلقت. هي حواجبها تقيله؟ ما انت عادي يا باشا مشوار على لبنان ترجع حواجبها تقيله عادي. رقم جديد. احنا كده يبقى ايه؟ 19 اكيد. ها 19 احنا في الاخضرات النهارده ان شاء الله. 19 لا الاعداد يعني بالظبط. لو فتحت مدرسه لتعليم الشباب كيف يعاملون المراه هتدرس فيها اي ماده؟ ده مش عايز اقول لك، ده انا هيبقى عندي حجوزات لا تتخيليها. يعني المدرسه دي هتنجح نجاح رهيب. كيف يعاملون المراه؟ الماده يعني اول ماده. اول حاجه عارف شو تذكرت هلا؟ لازم خبرك شو تذكرت. يلا قول. مشهد بفيلم الله يرحمه علاء ولي الدين. الله يرحمه رحمة الله عليه. لما كان موجود مع الفتاة الروسية. ما قال له ترجم لي. استناني في آخر السرير. عارف لما بقول له للمترجم. أيوه أيوه أيوه. ف كيف تعامل المرأة؟ أول حاجة يعني لما المرأة تبقى يعني أول حاجة يعني الأول يعني أنا رأيي دايماً إنك تشتغل على هنا، ما تشتغلش على ده. اشتغل على هنا الأول، لو اشتغلت على هنا ومليت الدماغ صح. وعرفت تسيطر ده هيشتغل وهيبقى كلها ملكك. فهي هي مدرسه ما اقدرش انا اطلع اسرار ببلاش. اسرار المدرسه بره ما ينفعش، ما في مدارس ثانيه تفتح. بس انت بتحس انه انت بتحس انه المراه لازم تشغلها دماغها الاول. صدقيني هو الشغل كله هنا في الدماغ، بمعنى يعني الاول الست الاول تقتنع وتركز، لان في الدماغ هي هتشوف الاول، هنا هتعقل كويس، هتفكر، هيعجبها الستايل، هيعجبها الشكل الى اخره. بس لو اتكلم معاها وعرف يسيطر على دماغها ويكلمها كلام تمام يعني ويملى دماغها ويسيطر والكلام ده، خلاص في الحاله دي قلبها ده بسيط يعني قلب مرأة يعني عارفه ازاي، هيدق على طول، لانها طالما بقت معجبه واقتنعت وعجبها طريقه كلامه وانجذبت بالشخصيه، فلو ده اتظبط الجزء ده خلاص يبقى هنا تمام. الله عليك يا حريف يا حريف. احنا تحت امرك، ممكن تيجي المدرسه سبت واثنين واربع حضرتك. انا عايزه اتعلم كيف اعامل المراه. يمكن. رقم جديد. رقم جديد ماشي الله بينا. ناخد 9. 9. 9 ان شاء الله. ماجد نجوميتك، انت حابب انها تضلها محطوطه بالتلفزيون ولا حابب تنتشر اكثر على السينما؟ انا اكتشفوني الاول في السينما
واشتغلت فتره. وقت ما اشتغلت كان انتاج السينما تقريبا فيلمين في السنه، وتقريبا انا كان ليا فيلمين في السنه او فيلم من الفيلمين، عارفه ازاي يعني؟ مش مع وجود كل النجوم اللي في مصر، اوكي. وكان دايما فيلم من الافلام اللي انا بعملها بيمثل مصر في مهرجانات دوليه، اوكي، يعني المرأة والسطور، فيلم تفاحه كده، يعني عارف الافلام. أيوة أيوة أيوة. الكلام في الممنوع، كل الافلام دي اللي انا عملتها دي كانت بتدخل مهرجان بتمثل مصر في مهرجان دولي، اوكي. بعد كده بدات اتجه للتلفزيون، اوكي، عارفه ازاي؟ بدات انا يمكن اتدلعت في مستقبلي شويه، فتهت شويه. أوكي. كل واحد بيمر يعني، وانا بعترف بقول أيوة ده. أيوة أيوة. بدات بقى يعني اجمع حالي تاني، بدات اشتغل واركز واركز واركز، فبدات يعني المساله تتظبط، بدات اوصل للناس من جديد، بدا يقولوا لا تمام. وفي ناس كانت متخيله ان ماجد المصري خلاص انتهى وما عندوش ولا اخره. يمكن حتى لما رحت في فيلم اسمه كلمني شكرا مع الاستاذ خالد يوسف، كنت ضيف شرف وكنت رافض، عارفه اللي هو عزه نفسي يعني، يعني يعني ايه اطلع ضيف شرف؟ yes. للدرجات دي السينما مش عايزاني امثل yes. فيها ضيف شرف. فطبعا الاستاذ خالد يوسف قال لي عشان خاطري تعالى بس، والله ما هتندم، والله العظيم هيفرق معاك، والله اسمع كلامي. وفعلا طلعت سنه 2011 باشهر افيه، احنا ايه؟ احنا اسفينا صلاح. حلو الكلام. فمن هنا بان ان هو الراجل ده جاي. الاستاذ كامل ابو علي حتى وقت العرض الخاص قال لي لمراتي، قال لها جوزك ده عمل زي جده، نزل اخر 10 دقائق في الفيلم جاب جون، عارفه ازاي؟ انا ما كنتش مصدق للتعبير، يعني التعبير للدرجه دي. أيوة. فقعدنا أيوة. نتفرج يعني ليه للدرجه دي؟ انا جاي 3 مشاهد يعني، 3 ولا حاجه يعني، 3 مشاهد. فاتضح ان فعلا مشهد يعمل حاجه. جده لما كان بيقعد على دكه الاحتياط يا جماعه وبينزل اخر 10 دقائق كان هو اللي بيجيب جون، واللعيب اللي قاعد بقاله 80 دقيقه في الملعب ما جابش جون. فهي القصه مش بالوقت ومش بالكم وبالكيف. يعني انت مرتاح كتير بالدراما التلفزيونيه، منك مشتاق للسينما؟ مشتاق جدا. انا عندي فيلم سينما داخله مهم جدا جدا، من كاتبه سامح سر الختم، اخراج امير شوقي لاول مره بيخرج، وده كان مساعد مع الاستاذ خالد يوسف. ايوه. وفيلم مهم جدا 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 اسمه مؤقت القمر من قريب. اوكي. بيتكلم عن الصداقه وعن مفهوم الصداقه، وبيتكلم عن الصداقه في حي شعبي، وحاجه تجنن، وفي كم تمثيل وفي كم ممثلين فوق ما تتخيلي، ممثلين مهمين جدا. اه طبعا بجد. اه وفيلم، فيلم كبير، فيلم تقيل، ودي ضربه حظ هيتبني له برنامجنا. فيا رب. اه بالظبط. مين ابطاله؟ يعني لا في تعاقدات بتحصل دلوقتي يعني، ففي بس في اسامي كبيره. أوكي. عارفه ازاي؟ فاحنا كلنا بنعمل فيلم حلو، عارفه ازاي؟ بس هو بيتكلم عن مفهوم الصداقه وله طبعا رسائل كتير الفيلم يعني. بس ماجد لو انت بدك تتخيل نفسك مكان ممثل اجنبي، بتحس ايه الادوار اللي بتستهويك؟ ايه الافلام اللي بتستهويك؟ تيبك، بنيتك الجسمانيه، الفيزيونومي تبعيتك، بتحس بتعمل اي دور باي فيلم؟ انا بيعجبني حاجات لكل الممثلين. اوكي. يعني فان ديزل وجيسون ستاتم، ولا بتحب لا اكتر؟ بيعجبوني قوي. بس مثلا يعجبني مثلا نيكولاس كيجي مثلا في اوكي فيس اوف مثلا، عارفه إيه إيه إيه. في المنطقه معينه. ترافولتا برضو كان في الفيلم ده كان عبقري، عارفه طبعًا. يعني في حاجات دينيرو مثلا في فيلم معين، في كازينو مثلا لما لعبوا مع شارون ستون مثلا. أوكي. ليه؟ لان انا بحب ارتن يعني، بحب يعني افلام او سكه سكورسيزي يعني. اوكي. بحب انا المنطقه دي في السينما. بس ما بتستعمل انه انا بدي اكون بس انه الاكشن مان، الاكشن هيرو. لا يعني استعمل عضلاتي وجسمي وطولي. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انا تقريبا انا ما لعبتش اكشن خالص، بس هي الناس بس بيلبق لك. ما هو بيلبق لي، بس انا عايز اقول لك ايه، تعالي نحسبها يعني. مثلا مسلسل مع سبق الاصرار، او فيلم تفاحه، او فيلم مش عارف فرقه بنات وبس، كنت لابس واحده ست يعني. يمكن مسلسل ادم كنت عامل فيه ضابط امن دوله اللي هو سيف الحديدي. ايوه. وكنت ضابط امن دوله برضه ما فيهوش اكشن. صح. واحد بيخش يضرب واحد قلمين، هو ده الاكشن؟ بيستهويك انت الاكشن يعني، ما اقصد ايه، مش الاكشن اللي بيعمله احمد السقا مثلا. إيه. انت فاهمه يعني؟ انا المنطقه دي اصلا انا ما عملتهاش عمري. بتحب تعملها؟ احب اعمل، بس انا بقول لك، انا عايز اقول لك ايه، ان الناس شايفيني في المنطقه دي. أوكي. بس انا ما عملتهاش. أوكي. بس انا يعني في مفاجاه ان شاء الله في رمضان القادم ده، حاجه الماس يعني ان شاء الله. نط وشقلبه لا لا بتاع، لا نط ولا شقلبه، لا 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 خالص يعني. انا بعمل الاكشن بطريقه تانية خالص. أوكي. يعني زي ما عملته في صلاح معارك. هو صلاح معارك عمل ايه؟ ما عملش حاجه خالص، بس مثل اقنعك ان هو صلاح معارك. انا عايز احط التمثيل جوه الاكشن. أوكي. يبقى الموضوع يعني مقنع. اوكي فهمت عليك. بمعنى يعني لو انا مثلا قاعد انا ومراتي او انا وصاحبتي في مكان،
وفي واحد انا شايفه بيقل ادبه من بعيد كده بطريقه معينه. خلاص؟ عندي حل من الاثنين. هنشوف هو ممكن يترعب ازاي؟ لو انا عايز اقوم اواجهه. يا اقوم اكلمه يا اقوم اقول له ما تحترم نفسك وبتاع وعلي صوتي والكلام ده بتاع. انا تركيبتي مش بتاع كده. انا تركيبتي ممكن اروح له جنبه ودنه كده اقول له لو ما لميتش نفسك انا هفلقك هنا هموتك. يعني انا اعتقد ان السكه دي هتخوفه اكتر. فاهم ازاي؟ لانه مش هيقدر يرد عليا، لكن لو روحت ايه يا عمنا في ايه؟ انت مالك قاعد بتبص بتاع يعني ده فهمت عليك. لا السكه دي ما خلاص خلصت. اوكي. فانا بلعب الاكشن اللي انا بفكر من جوه هيك. من جوه بالظبط. مش اللي عايز ينفذ ينفذ على طول، لكن هيقعد يتكلم وبتاع مش هينفذ حاجه. صح. ولا يا عم نجم صباح الفل ادينا واحده كده هوبا كده اه ادينا واحده النبي. الله اكبر. اي لاف ات اي لاف ات اي لاف ات. نجم النجوم. حبيبي. بس كده. معك حق، كلام كثير مقنع وبحاجه ل نحن بحاجه لإله هلا هلا الشارع والمنطقه بحاجه ل رواق. بس يعني انا عايز وعقل ورزانه. بس عقل ورزانه ورزان برنامجي جديد. انا العقل ورزان. اه طبعا. طبعا. يلا موافقين. ولدي موجود هجيب من البرنامج. حبيبي قلبي انت اه. برنامج جديد. يلا بينا. احنا اخترنا كل حاجه. طب ما الجمهور يختار معايا. 17 اه هيدي مهضوم الفكره. برافو. 17 يلا. 17. ليه كنت بتنادي على ابنك ادم باسم صلاح؟ ادم مرتبط معايا بحاجه عجيبه جدا والله اقسم بالله. ادم ابني وهو كان عنده سنتين تقريبا كنت اقعد ازغزغه كده واقول له يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح. مراتي وحماتي ايه صلاح؟ اقول لهم ما اعرفش. يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح. يتصل بيا الاستاذ خالد يوسف يجيبني عنده في المكتب ونقعد نتكلم ويقول لي انا عايزك تلعب شخصيه اسمها صلاح معارك. انا طبعا ما نسيت موضوع ادم بقى خالص. بس بعد كده قلت صلاح معارك كنت بقول له ده صلاح يا صلاح. هوبا يتصل بيا محمد سامي وتامر حسني عشان اعمل سيف الحديدي. مسلسل اسمه ايه؟ اسمه ادم. فحسيت ان ادم مرتبط معايا والله العظيم اقسم بالله مرتبط معايا بالاعمال بتاعتي. في حاجه غريبه ان دايما ادم معايا في حاجات كده. فرب يكون ادم الخير عليا يعني يا رب. واكيد ادم الخير ورزقك. حلو 17 ده استمر يا حبايبي حبايبي. يلا رقم جديد. 17. لزقت. واحد عندنا صورة رح نشوفها ونعلق عليها. يلا. لسه بقول دي شخصية عصمت في فرقة بنات وبس. عصمت. بس أنا كنت مزة إيه مش عارف. بس يا ريت شفنا أكتر كلوز أب. هتشوفي إيه؟ هتشوفي إيه؟ ما هو إيه بس القوام اللي اي نعم يعني كيم كارداشيان. لا 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 على فكره سرقت مننا الحاجات. اشياء اتعكسنا انا وهاني رمزي والله. انا حكيت الموضوع اه طبعا حكيت إيه الموضوع ده ما شاء الله طوال. لا اتعكسنا مليانين. وحصل مره خناقه مع السواق واحنا لابسين ستات معاه في العربيه وعربيه كسرت على العربيه ونزل ونزلنا احنا عشان نحوش. فاحنا لابسين ستار خلاص يا عمنا بقى صباح الفل يعني حصل ايه يعني يا عم صلى على النبي في ايه بعدين هاني رمزي قال لي خلاص يا حاج بقى اللي هو يعني انا نسيت لان انا اصلا في الفيلم كنت ماشي عارف انت ماجد المصري اللي هو ماشيه كده غريبه مش عارف انا مش عارف ليه دايما عامل كده مش عارف انا ما اعرفش كنت لابس ست برضه وماشي عامل كده مش فاهم انا حاجه غريبه قوي يعني واتعكست برضه رغم المشيه الله هو في قمر في طبعا 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 القمر بيطلع بالنهار رقم جديد يلا بينا عشر يلا عشرة ميسي. ايه حكايتك مع التفاؤل والتشاؤم؟ ساعات يعني ساعات مثلا ايه بيبقى في حد من اصحابي مثلا لو حكيت له على حاجه ما بتحصلش فابدا اخد بالي الله هو انا ما بتحصلش ليه؟ طب اجرب معاه تاني ما اهضمك انت والله اقسم بالله بتحس انه عينه ما انا كتير لذيذه لا مش عينه بالعكس هو يحب لي الخير جدا إيه؟ جدا وصاحبي جدا وما بيسيبنيش اقسم بالله ويهمه مصلحتي جدا جدا بس كل ما بحكي له حاجه ما بتتمش ما بقى تحكي له شيء
وما اقدرش استغنى عنه. ايه بفهم، بس قطعت علاقتي بيه خالص. لا لا يولع. لا حبيبي يا رب دايما حياتك تكون فيها كلها الله يخليك تفاؤل. بس انا دايما متفائل يعني، ودايما عندي، انا مواليد برج الحوت، فدايما عندي تفاؤل وعندي يقين ان وكتير ربنا ارتست، كتير ارتست برج الحوت. ربنا كريم جدا، جد اكرم الاكرمين فعلا. عارفه ازاي؟ مش كريم، احنا بنقول مثلا فلان ده كريم جدا وده كريم جدا، لكن اكرم الاكرمين هو الله سبحانه وتعالى. فعلا عندي يقين ان ربنا دايما في ستر، وانا مش عايز غير الستر، انا مش عايز حاجه خالص. انا راجل باكل فول وطعميه الصبح وعادي جدا، وبطني بتوجعني وعادي جدا، مش اي حاجه خالص. خلاص مش عايز غير الستر يعني، انا مش طماع. يا رب دايما الستر والتفاؤل والمحبه. وبما انه انت كريم ونحن بنحبك واسبانيا، الله يخليك. واسبانيا طبعا، اسبانيا. انا عايزه اقفل الحلقه بسرعه ونروح اسبانيا. يلا بينا، قدم بيك انا. النجم اللي بنحبه كلياتنا بعده مكمل حلقه ضربه حظ، والحظ لنا كثير كبير انه عم نستمتع بكلامك وباغانيك. ماجد، انت والسوشيال ميديا اصحاب؟ اقول لك على حاجه عجيبه حصلت قوي. لا مش اصحاب قوي للاسف الشديد. مبدئيا كويس قوي، يمكن دي تاني مره او خامس مره. يا جماعه انا ماليش صفحه ولا حساب على الفيسبوك. في واحد مريض بينتحل شخصيتي، اكيد حضرتك طبعا انتوا عنده سلموا لي عليه. واحد يا جماعه بينصب باسمي، انا ماليش صفحات، ونزلت في كل الجرايد والمجلات، وبرضه الناس بيخشوا عنده. استاذ ماجد، استاذ ماجد، مش فاهم. انا حاجه عجيبه جدا، مرات السوشيال ميديا عم تستعمل لطريقه سلبيه، مش بس لطريقه سلبية. انا عندي الانستجرام بس. أوكي. فقط لا غير، ده نقطه التواصل بيني وبين الناس فقط. بارفكت. لا غير. صور الحلقه حيكونوا على الاكونت تبعك، حنعمل لك تاج من الحياه حلوه وضربه حظ ومن الاكونت تبعي. وانا موافق، وبنقول هاي لكل الفانز تبع ماجد المصري اللي بنحبهم كثير. بهيدي الفقره ماجد رح نختار احرف مش يلا. ارقام احرف. يلا بينا نشوف الاحرف مع بعض. ماشي. نختار الاحرف اللي بتحبها انت. عندك حرف هيك بتحبه كثير؟ نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا في الالف. اوكي. ادم. ادم، يلا. قلت انك رجل شرقي وبترفض دخول بناتك للفن. انا قلت كده. ايه يعني شو اللي بتخاف منه؟ هل هي مهنه متعبه؟ هل انت شفت قصص انه ما بتحب انه يتعرضوا لها بدون التعميم طبعا؟ يعني شو اللي بتحبهم يرتاحوا اكثر؟ بتحب مش عارف. لا يعني انا شايف ان مع احترامي لكل الاسر اللي بتسمح لاولادها، انا ماليش علاقه. كل واحد مسؤول عن، كل راعي مسؤول عن الراعيه بتاعته. انا دول ولادي، انا شايف ان انا مش عايزهم يدخلهم الفن. انا شايف ان انا لازم بنتي تبقى في بيتي في ميعاد طبيعي. اوكي. ما تبقاش متاخره يعني. انا في حاجه، انا تركيبتي كده، مش عارف اكون غير كده. اوكي. ومش هينفع اكون غير كده. وهن عندهم ميول فنيه بتحس؟ عندهم. انا عندي مهيتاب رهيبه يعني. هقول لك على حاجه، مهيتاب محمد سامي المخرج، تامر حسني، الاستاذ خالد يوسف. يا ابني يا ابني دي رهيبه، يا ابني سيبها لنا، يا ابني دي فظيعه، بتموتهم ضحك يا ابني. دي عارفه ستايل بقى ايمي سمير غانم وحاجات كده، السكر ده. وقليلين هذا الستيل. كوميديا لذيذ. اقول لهم يعني. لا مش عايز يا ابني، انت موجود معانا مطلوب يعني. هلا انا موجود النهارده، الله اعلم بكره يعني. سك على بناتك حبيبي، سك على بناتك. انا ماشي بمبدا ده، سك على بناتك. بس بالاخر سك على بناتك فؤاد مهندس قلب، بس اديهم المفتاح باخر المسرحيه. ذكر. لا 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 لا، مفتاح مين؟ لهالدرجه؟ لهالدرجه ماجد؟ ها والله بصي، انا بحب الفن جدا وكل لا حاجه. لا مش حكايه الفن، انت اكيد بتحب الفن وبتقدره. بس يمكن قد ما عم بتشوف يمكن قصص. لا 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 لا، مش للدرجه، لا مش للدرجه. اصل اقول لك الحاجه، كل القصص موجوده في كل المجالات اللي في لا الدنيا، مش قصص، مش قصص سلبيه يعني. تاخير، متعب، متعب الحوار الفن. مع متعب، الناس متعب.
متعب. يعني مرات النزول من البيت متعب. متعب. متعب وخطر. مش الرجوع للبيت متعب. وخطر، والبنت وهي راجعه بالليل خطر، يعني لا ما ينفعش. غير مرات انه بتقعد مع ناس هيك بيتعبوك بالمهاتيه وبتعبوك بالاتفاقيات متعبين. لا 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 لا. يعني هيدي القصص. لا لا انا راجل، انا شايف كده يعني. أوكي. سك على بناتك وخلاص يعني، ما تخش في تفاصيل بقى. حرف جديد. بالظبط كده، يلا. يلا بينا. ناخد السين. السين من سر، ايه سر تألقك في الادوار الشريره تحديدا؟ ما اعرفش، لا بس انا دي طبيعتي اللي انا بيها، اللي انتوا يعني انا قاعد في وسط معاكي مع اصحابي وقلت لك بصي طبعا. انا اشتغلت مع كل، بجد كل الناس اللي قاعدين دولت، الاساتذه دولت، انا اشتغلت معاهم زمان مزيكا كتير. والله العظيم انا بطبيعتي زي ما انا، حاسس ان هم اخواتي واولادي وحبايبي، يعني حاسس ان انا في قاعده، انا دي طبيعتي كويس. لكن انا لما بدخل بلعب شخصيه بتحول. اوكي. ببقى بني ادم يعني، مثلا ما اعرفش ان شفتوا الخنكه السنه دي مثلا، سليم الخواجه كان تركيبه عجيبه جدا. اخسرت الجمال لما يمشي شمال. فكان سليم الخواجه شخصيه شريره قوي. سيف الحديدي في ادم كان شرير جدا. زياد الرفاعي في سبق الاصرار، بس بعد الحلقه ال20 تقريبا قلبوا بقى حاجه تانية خالص، الناس كانت مفاجاه بالنسبه لهم. شو هي الشخصيه اللي لعبتها ولو كنت انت عم تتفرج عليها كنت كرهته كتير؟ سيف الحديدي في ادم. اوكي. بالذات في المشهد اللي بيضرب فيه مراته وهي حامل وبيقول لها ده اللي في بطني، انت حامل من مين؟ ده مجنون ده، وبيضربها في بطنها وبيسقطها، وراح لها المستشفى تاني يوم ويقول لها الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة ايه؟ الحمد لله على السلامة ايه يا حيوان؟ يعني لا سيف الحديدي ده لا 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 مش بني ادم، مش بني ادم، ده مش بني ادم. سيف الحديدي ده لن يتكرر تاني في الدراما المصرية. سيف الحديدي كان سادي جدا والأنا عنده عالية جدا يعني الايجو عنده ايه ده يعني ما فيش كده. انا بجد كنت مش طايقه. ماجد بتفتكر انه ما فيش كده ولا في كده؟ طبعا في كتير. طبعا في واحد يبقى غاوي يضرب في مراته وفي عياله، وهو ده يعني هو ده، وتحس ان هو يعني عايز يحس برجولته في بيته بس، وبره ممكن تلاقيه بيخاف من القطه اللي على السلم مثلا. فاهم ازاي؟ في بس ما صادفت هذه الشخصيه بالحقيقه. لا ولا سمعت عنها ولا. لا لاني ما بدخلش بيته يعني، ما إيه؟ يعني لو دخلت إيه؟ بيته برضه مش هيعمل النمره دي قدامي. صحيح. او الشخصيات دي مش هتستهويني اصلا ان انا هقبل دعوته. فهمت عليك. على عشاء ولا على بيته ليه؟ اعرفه ليه اصلا؟ بيبان في طبعا. احنا بص شوفي، احنا كنا عكس البيت. احنا كممثلين لما بسلم على واحد وابص له كده انا بفهم، يعني بفهمه. صح. لان انا كل يوم بلعب شخصيه. ايوه 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 يعني اكزاكتلي. والمفردات باينه واللي يقول لك اصل انا في الساحل الشمالي بقى عندي، ما يقولش البيت فيلتي، قال فيلتي دي اعرفي ان شكرا. لكن انا عندي 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 بيت في الساحل الشمالي، مش لازم تقول فيلا بقى. صح. بيت في الساحل الشمالي يبقى انت راجل شبعان. صح. هتقول فيلا يبقى انت اتحط عليك علامه على طول. في بعد اسوء. سوري، في اسوء من فيلا. مفردات كده بسيطه. القصر. القصر. عندنا القصر. فينا نقابل حرف جديد؟ يلا بينا. ناخد لام. اللام. اللام. ولاموني ما علي ملامة. الله افتكر دي. ما علي ملامة. يا خلق العنبري. اسماري. خلق السوداري. اشوي لك الجمبري. ولاموني ما علي ملامة. لاموني ما علي ملامة. خمك السكري اشوي لك الجمبري. خمك السكري اشوي لك الجمبري. اخ يا الله يلا السلام. ام احمد يا قمر، تحيه كبيره على ام احمد عدويه. والله يا جماعه فنان الشعب الاصيل. ليلى يا باشا ليل. هنجيلها دي، هنجيلها بس احنا هنعلق بيها مش كده؟ ماشي. بصي الناس دي اساتذه طبعا. طبعا حبايبي دول. طب حرف جديد. حرف احنا ولا. كل حرف هنغني اغنيه والله. دي فكره حلوه. زودوها في البرنامج. لا انت اللي انا اخترعتها. هي طلعت معك. اخترعتها. ايه اسمها؟ فقره رايت ماجد. اي بالظبط، فقره ماجد المصري. بالظبط. اوكي وانا موافق. جاهزين على اي حرف طبعا. ها ماشي. بدك له بالحلقه كلها البيه. اغاني حرف البيه. اكثر شيء عم بتضايقك شو؟
شاع مره ان انا قاعد مع مراتي في مره ولقينا خبر طلاقنا. بقول لها ايه ده، وانا طلقتك؟ من ورايا. قالت لي لا، لحد دلوقتي انا معاك اهو. هو ده بتاريخ كام؟ قلت لها ده الاسبوع ده، مش عارف يعني احدى المجلات يعني. فدي بصراحه كانت حاجه مش لطيفه يعني. وبتكلم مثلا رئيس التحرير طبعا بتقول له اوكي طبعا، بقول له يعني على فكره ازاي؟ احنا اتفضل اتعشى عندنا احنا النهارده عاملين ازاي يعني؟ ازاي يعني ليه؟ شو بيكون التبرير؟ مش عارف يعني، مش عارف يعني. هقول لك على حاجه، الفتره اللي فاتت دي بقى فيه ناس دخلاء كتير على الصحافه وبيشتغلوا من غير كارنيهات وبيشتغلوا كده وخلاص، وتلاقي حد بيتصل انا صحفي في مش عارف ايه كذا كذا. فانا في وسط الحوار اقول له انا ما بعملش حوارات في التليفون. اه هو الوقت ضيق وكل حاجه، صح. بس انا عايز اشوفك قدامي او اشوفك قدامي كويس. صح. ليه؟ في ناس ساعات تنتحل الشخصيه خلاص وعايز يرغي، بس يرغي وخلاص وضاع لك وقتك وخلاص. وساعات مثلا حد والله العظيم يا استاذ ماجد صباح الخير، اه انا فلانه وفلان صحفيه من جورنال كذا. اقول لها تمام اهلا اموري، عايزه بس اخد من حضرتك سؤالين. اقول لها اتفضلي. ففي وسط الاسئله اقول لها هو رئيس تحرير اسمه ايه؟ تروح قافله السكه. رئيس تحرير اسمه ايه؟ صح. المفروض تقول لي استاذ فلان الفلاني. طب برافو، انا هيك بدي اعمل سير هيك. انت فاهمه يعني؟ انا يعني انت علمت هلا بتشتغلي في شغله جورنال مش عارفه هعملها. اسم رئيس تحرير، يبقى انت بتهزري. طب ليه اصلا تقطعي تليفوني وتقعدي تكلميني وتاخدي من وقتي ليه؟ ايه الهدف؟ عارفه ازاي؟ فدي لا، شائعات كتير قوي، في شائعات كتير قوي يعني. يعني حرف جديد. حرف جديد اختاروا حاجه بقى. نون. نون النون، ماشي خلينا في النون. فين النون؟ النون يا نون، ده مفيش نون اصلا اهي. الستات يقدروا يحلوا مشاكلهم من غير راجل. الستات يقدروا يعملوا اي حاجه، الستات يقدروا يقضوا على الرجاله، الستات اقوى حاجه في الوجود يا جماعه. لا تصريحات ناريه. اه طبعا الستات، الستات ربنا يهديهم. احكي لي يا ماجد، ربنا احكي لي، يهديهم. عم بتقول الستات هيك بحرقه بقلبك، ستات فضفض لي مش انا. وفي اعلى من الستات، الستات حاجه جميله، كائن جميل والله العظيم يعني، كائن وديع. كيف بتشوف الست؟ كائن وديع ما بينكدش على الراجل خالص. اه والله العظيم بدأ بالدار بتاعت لا خالص، الحزام. لا والله خالص، الستات جميل جمال، مش مكلفين خالص وجمال جدا وهم خارجين في ايد الراجل، لكن اندور يعني فاهمه. لكن لا لا ايه ده، وانا هخرج كده؟ ما انت قاعده كده من الصبح. مش بتكلم على مراتي. لا حبيبي، بس انت بتحس انه لازم تضلها هيك تريقه كانت مظبطه كل النهار. يعني احنا برضو عندنا هنا يا جماعه، يعني انا بشوف برضو ان احنا هنا بندي للخروج اهتمام زياده عن اللازم. طب ما الرجال كمان بيكون قاعد بالبيجاما النبي لو خرج لو خرج بالبيجامه برضه قمر. خلاص اذا بيشبهك اوكي. انا لازم اشوف صورتك بالبيجامه لاعرف. يا ريت نشوف صورة بالبيجامه. اه الصور يلا، عنا كثير اسئله عن طب الصور. يلا اختار بليز لو سمحت حرف جديد. ناخد حرف الدال. دال صورة. دال صورة. أه؟ أوكي مش أنا قلت لك شفتي؟ دينا صورة. يوتي كمال أمه. هيدا أنت. أنا. حبيبي. أه والله. حبيبي. دي في مية السويس. دي أنا صغير السويس. أوكي. دي السويس أه جميلة. كنت عند مع أمي الله يرحمها، عند خالتي الله يرحمها. مع ابن خالتي الله يرحمه، والله العظيم اقسم بالله يعني هعمل ايه طيب؟ الله يرحمنا جميعا يعني. دي كانت في ميه السويس فعلا، وانا في الفتره دي زي ادم تهت برضه في السويس. وكانت كل معلوماتي عن بيت خالتي كريمه الله يرحمها، لان امي كانت طويله، خالتي كانت قصيره شويه، فانا من صغري اقول ايه؟ خالتي كريمه القصيره او الصغيره الصغننه. اوكي. فقولي يا ابني انت ابن مين او انت جاي عند مين هنا؟ اقول لهم جاي عند خالتي كريمه الصغننه. يا حبيبي اقسم بالله. وقعدوا يلفوا بيا، طبعا مش فاكر اي حاجه خلاص، انا كل معلوماتي خالتي كريمه صغننه. واعتقد يعني ان هم اهلي اللي ربوني، اعتقد يعني ان شاء الله يعني.
ان شاء الله اعتقد يعني اي لاف ات اي لاف ات الحمد لله. يلا بتجنن ماجد متعقد كثير. وحضرتك من طنطا اصلا؟ من طنطا اصلا اه. شلاها يا سيد يا بدوي؟ اه طبعا عندنا المولد بقى مش عايز اقول لك، والصييطه اللي في المولد بقى. من هم الصييطه اهو؟ مين من هم الصييطه بقى؟ عارفة حضرتك المقطورة الكبيرة قوي اللي في العربيات النقل؟ أيوة. المقطورة اللي ورا دي. أيوة. فالمقطورة دي بيفتحوا منها جنب كده، ده الستيج خلاص؟ يا سلام. اه طبعا في المولد، وبتلاقي فوق الموسيقيين، واحد مثلا زي الشيخ طلعت مثلا، كويس؟ مش كده جرافت؟ اه الشيخ طلعت مثلا، ويحكي مثلا قصة زيدان اللي غضب أمه وقعد 3 أيام في الصحراء. ما انت فاهمه ايه؟ طب اوكي فيني اطلب منك طلب بليز؟ اموري يا حضرتك. امتى بليز؟ كلام رجاله. كلام رجاله. عهد مين ده؟ عهد الله. عهد الله. اوكي. في مجال تاخذني على طنطا احضر هذا الشيء الرائع اللي هلا فرجيتني لاول مره بحياتي؟ رزان انت لو رحتي طنطا هناك يا حبيبتي وحد وحد يعني اعتقد ان الطنطاويه كلهم يعني هيبسطوا قوي. وانا بوجه رساله لاخواننا الطنطاويه، رزان جايه، استنونا على اول مدخل القرشي من عند البحر، رزان جايه. بس بتعقد بتعقد طبعا، بس وحيد الله كثير جاي على بالي، بوجه لهم تحيه كثير كبيره طبعا لكل لا طبعا ده قصص كتير. اه طبعا طبعا شيء رائع. اه طبعا يعني انا الصيطه دول انا بتكلم جد، بيحكوا حكايات تجن، وبيغنوا غنى يجنن، وبيحكوا وتلاقيه كده الربابه والكمانجات والدنيا مود يعني، هو ده أيوة. المولد طعم المولد طبعًا بجد طبعًا. طبعا وطريقه انترتينمنت جديده وغريبه وانا معروف عليا على الاقل اول مره. حاجه مش عايز اقول لك، ولا القصب يعني بقى هناك القصب العصير؟ لا مش العصير يا حبيبتي، العصير ده للناس اللي هم واحد قصب لو سمحت. لا احنا واحد قصب لو سمحت ده تلاقي ايه عود القصب كده، حاجه بزعزوعه كده خضره شكلها يجنن والله. اي لاف ات. يو لاف ات؟ اي لاف ات. انا هاخدك معايا طنطا ان شاء الله، وهجيب لك قصب وننطلق في المولد بقى. على فكره لازم يكون في معنا كاميرا. انا مش هقول لهم اكتر، رزانة اهي بس. بس اي عن جد جاي على بالي الروح والله بعيد. يلا خلاص احنا جاهزين، ما عندناش مشكله. امتى ومايسترو تجي معنا كمان بليز؟ مايسترو لو سمحت، ما هو من طنطا اصلا. طب نروح، انا اروح معاكم. ما هو هتلاقيه قاعد بالفرقه هناك فوق ال ماجد متجنن متجنن. امتى المولد بيجي بالسنه؟ المولد امتى؟ ما مش عارف تاريخ والله، ولكن يعني وعده والله لو عايزه تروحي اوكي. لا أكيد. انا بروح، انا اصلا في عندنا حاجه اللي هو الموكب بتاع الخليفه، ركبه الخليفه. انا اصلا انت عارف ان المنتج الاستاذ محمد فوزي اصلا هم اصلا الخليفه بتوع طنطا اصلا، ولا تعرفيش؟ استاذ محمد فوزي. ايوه منتج. طبعا اكيد اكيد حبيبي. اه استاذ أيوة. محمد فوزي اصلا بنسافر كل سنه، انا بسافر معاه كل سنه اصلا. بس انا سرحت معك بالخليفه. انا تخيلت الخليفه بقى. لا في حاجه في موكب عندنا اللي هي موكب الخليفه. هو ده بيتعمل كل سنه. اه طبعا. لا انتوا مهضومين كتير بطنطا. لا ده احنا مش ممكن خلاص. لا سلبي انا لازم اجي. لا لا وايه يعني، انا بدي اروح على طنطا ولا حد هيقرب لك. تعالي انت بس ما تشغليش بالك. حرف جديد بليز ماجد. حرف جديد نقول ميم. ميم 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 ميم. نشرت صورة على حسابك. ها؟ عم تحكي عن كراهية الجن للتمر؟ أنا؟ آه؟ آه لا ال حصل معك موقف مع الجن؟ لا خالص، بس معلومة عجبتني حبيت أقولها للناس يعني. أوكي. وكمان عايز أقول إن يعني سماع القرآن كتير بيعالج مرضى السرطان والعياذ بالله يعني. اوكي. يعني كل واحد يسمع قران كتير فده بيعالج كمان يعني. هم اكتشفوا اوريدي خلاص الحمد لله يعني. طبعا الحمد لله يا رب. تمام. اكيد. بس والله يعني يشفي كل المرضى يا رب. القران كل شيء يعني الحمد لله يعني. بس هن بيحبوا التمر طلعوا او ما بيحبوا التمر عشان اقعد اكل تمر؟ لا التمر طبعا بيقيك من حاجات كتير جدا. أوكي. جدا ومن الحسد و حاجات كتير جدا يعني. صح برافو عليك. سبع تمرات يعني.
وانت بتعمل هيك كل يوم بتاكل سبع تمرات؟ انا زارع نخله عندي في البيت. شغال. لا لا مش الدرجات يعني، بس انا فعلا انا 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 بطبيعتي بحب التمر. اوكي. بحبه وأنا جدا. وانا كمان بحبه كثير. يعني لو شفته حتى في اي مكان تلاقيني اكله. ما... مع اللبن يعني. ومع اللبن. ايه بحبه دافي. كثير كثير. اه طبعا طبعا طبعا. حرف جديد. حرف جديد. العين. ربنا يكفينا شر العين. العين صورة. الفنان إيمان البحر درويش. لا الفنان الصديق الأستاذ إيمان البحر درويش. كنت بتشوف صوره وبتقول بدي أكون مشهور مثله مرة؟ كنت أنا عضو في سان رايز باند، كنت بلعب مع فرقة اسمها سان رايز، دول قضيت معهم أحلى أيام حياتي، اتعلمت منهم المزيكا الغربي. وانا حتى يمكن في برنامج من برامجي غنيت اغنيه. أيوة. غربي. اوكي. فسان رايز ليهم فضل كبير عليا. بعد كده كنا وقتها بنلعب في احدى الفنادق اللي في الساحل الشمالي، كان في فندق واحد بس زمان في الساحل الشمالي، زمان ما كانش في حاجه طريقه خالص، صحراء جرداء خالص، كنا بنمشي 120 كيلو عشان نروح نلعب مزيكا في المكان ده. اوكي. فما كنا بنرجع انا ساكن في طنطا، فكنا لازم ننزل محطه الرمل شويه نتمشى، واللي عايز يشتري حاجه والكلام ده. فكان وقتها نازل الالبوم بتاع ايمان اللي هو بتاع الدراويش. اوكي. كان لابس هو البدله البيضاء وبتاع، واغانيه الحلوه بتاعه زمان دي، انا كنت ولحد دلوقتي انا حافظ اغانيه كلها وبحبها، يا حلاوه ام اسماعيل في وسط عيالها ومخصوبكم داس والحاجات بتاعه زمان دي قوي. فكنت دايما ابص للصوره كده واقول يعني معقوله في يوم من الايام هيبقى ليا افيش بالشكل ده كده وصوره ومشهور وكده، طموح برج الحوت بتمنى ده يعني، عارفه ازاي. وبعدها في كليه هندسه هنا في القاهره قسم باور، كان هو جايبينه يغني في الجامعه، واحنا الباند الغربي اللي هنلعب قبليه. لا في الفتره دي وتعرفت عليه وسلمت عليه، ويمكن هو مش فاكر الموقف ده، بس انا بعد كده لما مثلت وكده والتقينا بقينا اصحاب حكيت له على الحكايه دي والكلام ده وبتاع. وامام من الناس القريبه جدا ليا، وشخصيات انا شخصيه بحب ايمان جدا يعني. حبيبي مجرد تحيه كثير كبيره، وهلا صار لازم اسمع غنيه لانه وانا بدي اطلبها منك. لايمان. يا ريت. حظ واكيد مع النجم الرائع ماجد المصري، كاريزما بتجنن وكثير مبسوطين وما بدنا الحلقه تخلص، ولكن لازم نلعب بالالوان. شو لونك المفضل؟ شايف انا حاسس ايطاليا موجوده، اخضر واحمر وابيض مش كده؟ ايه بس انا بحب ايطاليا طبعا يعني. انا كمان بس الابيض اكثر من اسبانيا. ابيض. مستمر انا. الابيض والاخضر جنب بعض الاثنين حسيني كده براحه واطمئنان. يعني يا رب هذه لعبتنا هي لعبه الوان، والوان وفيهم اسئله، راح اعطيك الكوين الاحمر. بس شوفي بقى عايز اقول لك على حاجه، بالرغم انها صعبه بس انا قبل ما ارميها اقول لك هتنزل فين. يا سلام. هو في نجوم مرات بنشنوا صح. لا 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 لا. طب يلا شو اوكي يلا قول شو حتنزل. دي مش هتنزل في حاجه خالص. انا بقول دي ان شاء الله تنزل في الاخضر ان شاء الله. اخضر. يلا يلا جاهزه؟ اتفضل. يلا يلا الاخضر. يلا الاخضر. يلا حبيبتي. ابيض ابيض. اخضر ولا مش اخضر؟ اهو اخضر. قلت انه زوجتك عارفه انك بتحب الستات، اقنعتها ازاي تتعامل مع حبك للستات بالبساطه دي؟ انت قلت كده؟ قلتك بجد؟ تاني سؤال حضرتك. حضرتك قلت ان زوجتك ام ادم تعرف انك بتحب الستات، وكيف اقنعتها تتعامل مع حبك للستات بالبساطه دي؟ لا يعني مش بحب الستات يعني طبعا الستات حاجه جميله زي ما اتفقنا، وان الستات الراجل بيكحها يعني من سمع سيره الستات بس يعني. جاله برد. شكلك عايز تغني اغنيه. لا والله عن الستات. لا 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 انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انا طبعا انا بحب المراه في حد ذاتها بجد والله، وجود المراه حتى في الحياه
شيء مهم جدا جدا في كل حاجه. طبعا بتفلسف طبعا مش لاقي حاجه ولا، بس انا عايز اقول ان الستات شيء جميل، شيء رائع. يا سلام، مش مصدقني؟ شكلك بلون جديد. مش انت الستات برضو ولا؟ انا كل الستات. ده انت الستات كلها باحجامهم المختلفه. ماشي يا باشا، ماشي نعديها دي. اتفضل الكوين. اتفضلي ارجوك. شكرا. المره دي بقى في الابيض، تروح نازله في الاخضر. واعيد نفس السؤال عن الستات برضه. لا ما هتنزل في الاخضر. جاهزه؟ غداتا بقى اهو. لا ده مش هتيجي خالص، عيب. بس ليك ليك ال حرفنة حرفنة. اقول لك ابيض تنزل اخضر، اقول لك اخضر تنزل ابيض، شفتي؟ لا سؤال كتير قوي. طبعا طبعا. ايه هي الحالة الوحيدة اللي ممكن تمد ايدك فيها على ست؟ يا لهوي. لا يعني انا ما بلاش يعني، ما افضلش ده طبعا يعني، بس ولكن لو يعني وصلت ان هي مش شايفه حاجه خالص ولسانها طويل جدا واللي هو ما ينفعش كده، ويعني مش عارف يعني. انا استفزازي سهل يعني، انا تركيبتي اللي يستفزني بسهوله جدا واللي هديني بسهوله برضه يعني، انا في كلتا الحالتين تمام. لكن اضرب ست دي يعني حصلت مره واحده في حياتي بصراحه. خبرنا كيف. حساني حاجه هتخبرني يعني؟ لا يعني مش كده يعني. لا خدت قلم وعاشت بعديه ولا؟ لا عايشه طبعا. ليه مش لدرجه؟ لا الألم هو ألم تأديب مش ألم قوه. اصل الألم هو اهانه مش ألم عشان اضرب واحد في الشارع، بس هو كان اهانه لان هي غلطت غلط مش من حقها وفي مكان مش من حقها ومش من حقها اصلا تكون موجوده في المكان ده. فمش عارف لقيت نفسي انا غصب عني، انا مشكلتي يعني رد فعلي سريع شويه، فما اعرفش امسك نفسي، ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس كان نصيبها. ما فيك خبرنا شو عملت؟ بس عمري ما عملت كده في حياتي. شو عملت يعني؟ خلاص بقى. انت كنت قاعد في مكان ما حد، هي دخلت عليك في مكان عام. ردحت في اوضتي في المسرح. اوكي في اوضتي في المسرح وقعد معايا واحد صحفي ومش عارف ايه والكلام ده. دخلت وغلطت ويعني ايه ده؟ على اساس ايه؟ انت مين اصلا؟ فغلطت غلط كبير فخدت قلم محترم، فسكتت ومشيت في ثانيه واختفت وما اعرفش عنها حاجه خالص. بس يمكن ما بقى بتحب انك تستفز لهالدرجه لتعمل هيك. لا انا ما احبش اعمل كده، ما احبش اعمل كده طبعا يعني ما احبش اعمل كده، بس يعني بس انه ماجد في 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 بسمع انه في ستات بحبوا ينضربوا. في في طبعا في طبعا وبيبسطوا قوي. يعني في ست تقعد تستفز الراجل، تستفز الراجل لغايه لما ياكلها علقه تقول له قطعني قطعني تتعشى يا ابو احمد. بالاخر بقى. يعني كوين جديد. اتفضل. اوكي بقسم الكوين، بقسم بصي ماشي بالترتيب ازاي؟ تك 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 يعني بالترتيب. ابيض الاحمر لسه. ليه بترفض ارتداء البنطلونات الحمراء والصفراء؟ لبستها مره كان في مسلسل لعبه الموت، كان الستايلست لبناني. شفت اسمه. اسمه جورجيس قايم، وكان هو مختار الشكل ده يعني كويس، بس الاستاذ محمد مشيش المنتج بصراحه ما كانش عاجبه الحكايه دي خالص يعني. وبعدها برضو انا مش عارف يمكن الشخصيه ما كانتش المفروض تلبس كده شويه. اوكي. بس انا يعني كنت سايبه الستايل وذوقه، بس هو كان عامل شكل حلو. اوكي. شكل حلو، لكن في حياتي الخاصه انا مستحيل. ما اقدرش. بفهمك. لون جديد. يلا. بعيدا عن الوان البنطلونات الحمراء والصفراء. يلا بينا. نقفل قريب بقى هنا عشان اجيب لون جديد بقى. كمان اسود. لو صحيت لقيت نفسك رئيس الوزراء، ايه اهم القرارات في مجال الفن اللي هتتخذها؟ حدي الحريه الفنيه عشان نقدر نناقش سلبياتنا ونعالجها، وبجد لازم في حريه في الراي الفني عشان الفن يؤدي رسالته كما يجب، ما بقاش الرقابه
بتقطع كل شيء ممكن تقطع المحظورات اللي فيها مثلا خدش للحياه او حاجات يعني ما ينفعش ان هي تدخل البيت المصري بما اننا بلد شرقيه، ولكن يسيبونا نناقش القضايا اللي تعبى الناس في الشوارع ونناقشها بجد. مثل شو؟ مثل كل شيء يعني، ما عندنا حاجات كتير قوي، مواد كتير جدا ممكن نتكلم فيها لو يسيبونا هنقول، لكن طبعا في محظورات ما نقدرش. فالمواضيع بتتقدم وبتتشال منها حاجات كتير في الرقابه، لان ما نقدرش ان انت تتناقش كل شيء، لان ممكن بفيلم تقلب الدنيا، ممكن فيلم تقول رايك زي ما انت عايز وده هيوصل للناس كلها. لو انا رئيس الوزراء، بس ما اعتقدش ان رئيس الوزراء بس هيبقى هو اللي في ايده القرار ده، لا يعني مش هو بس، لان هو رئيس للوزراء وليس رئيس للبلد، فهو في الاخر برضه مرؤوس. فاعتقد ان انا لازم ابقى رئيس جمهوريه مش رئيس وزراء. لو رئيس جمهوريه ممكن ادي حريه، حريه الراي العام، حريه الصحافه، حريه بجد، حريه بجد، يلا زي ما انتم عايزين حريه. طب الحريه موجوده في العالم كله. ايه هو العمل الفني اللي مؤخرا انت شفت انه كان عليه مشاكل وانمنع، فانت قلت يعني ما بيستاهل يمنع او شيء نقص فما بيستاهل ينقص؟ لا في مثلا، لا هو في بس ما كانلوش علاقه باللي انا بتكلم فيه ده. مثلا الفيلم مثلا بتاع هيفا وابي انتاج محمد السبكي اللي عملوه ده اخراج سامح عبد العزيز، كويس؟ حلاوة روح. حلاوة روح، اه خلاص. وعملوا ضجه كبيره والى اخره. يعني خلينا في الضجه احسن اللي هي تمس بلد. اوكي كان في وجهات نظر طبعا وبيكلموا فيها عشان سن مثلا معين والى اخره، وانا احترمت ده جدا برضو، ما مش ضده، كويس. بس زي ما بنتكلم في ده ندي برضو الحريات في اشياء اخرى، لان في مواضيع مهمه تناقش. اصل اقول لك على حاجه، كل ما نناقش السلبيات اللي موجوده في البلد كل ما هنبقى احنا افضل وهنكشف حاجات. احنا عايزين نقول صوتنا، دي رسالتنا، احنا نقول اللي موجود في بلدنا بصوت عالي، كويس. فدي رسالتك. فانت ما تحجمنيش، ما تقوليش لا ما تقولش، مش حاجه اسمها كده. انا عايز امثل وعايز اقول وعايز اناقش قضيه مهمه وعايز اتكلم عن سلبيات في بلدي. الافلام العالميه اللي بتتعمل في امريكا يا جماعه، الافلام اللي هي اللي بتعمل فيها حاجه اسمها فيجوال افكت، هم بيوروكي امريكا مثلا كمان 100 سنه هتبقى عامله ازاي. طيب ودول ناس امريكان، فبيتخيل هو شكل البيت ده هيبقى عامل كده بعد 100 سنه، والكوبري ده هيبقى عامل كده بعد 100 سنه، والمركبه اللي احنا بنركبها هتبقى عامله كده بعد 100 سنه. فهو اوريدي بيدي لبلده فكر وتطور للاشياء مستقبلي. فهم بيبداوا يطوروا نفسهم. خلاص احنا شكل الفيلم المصري لحد دلوقتي النهارده زي ما هو، احنا بنصور في اماكن زي ما هي، النادي هو النادي، المكتب هو المكتب، الشارع هو الشارع، البيت هو البيت، ما عندناش حاجه. اجتهاد، تلاقي المخرج يا عيني بيموت عشان يعمل تكوينه جديده او شكل جديد او الى اخره. لكن لو احنا ادينا حريات شويه في الفكر في كل شيء هتلاقي الموضوع مختلف، وهتلاقي البلد تستفيد في الاخر من سلبيات بقى وايجابيات. يعني في حاجات كتير ممكن بيستهويك تكون نقيب للسينمائيين للممثلين؟ لا انا مش اداري، انا ماليش علاقه، انا راجل عضو نقابه وكل حاجه، بس انا مش اداري. يعني في الاداره مش شاطر، ممكن ادير حالي ادير لكن ادير وابقى مسؤول عن ناس واتحاسب عنهم وببقى مش عارف هرض مين ومرضيش مين واعدل ما بين مين، لان ده منصب صعب جدا في منتهى الصعوبه اللي في الدنيا. صح ما بالك تدير بلد يعني. بالظبط. لون اخير وسؤال لون. اخير. اوكي ده بقى يعني ان شاء الله خير. لون المفضل بس عن جد مرقنا لاحظت؟ عيب الله يا الله. بيبي كريم عميد. كم مرة اتخنقت وتطور الشجار لصراع بالأيدي؟ لا كتير. ايه مشكلة الضرب بالأسئلة هاي؟ مش عارف، كتير كتير كتير. كتير يعني آخر ما آخر مشكلة. أنا دايما مش ما بسعاش دايما إن الموضوع يعني إنه يوصل إن إحنا نمسك في بعض، فلو هنمسك في بعض لازم الغلط يجي من الغير. يا ريت نمسك في بعض. طب اغلطي. ما اقدرش. يعني لحظه انا المايسترو قال لي بليز روحي شوفي ايده لماجد، انا حابه بس لو سمحت ماجد بعد اذنك. ايه يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عندك طريق طويل على الاسير. ايه بس انا عم بتخيل حجم الايد. اوكي. على اذا انا اتخلقت معك. لا يا رزق.
وانت نعمل لاحد يعني. انت لو واحد عمل معاكي مشكله رزان معقوله بتهزري يعني؟ تسلم لي. لا لا امرايا لا بس بشكرك بس انه امتى اخر مره اتخانقت؟ ما انا هقول لك على حاجه. انا اصلا كنت بلعب في النادي الاهلي قصف القرص في الالعاب القوى. كنا بنلعب دفع الجله. ايوه وبنلعب رمي القرص. رمي القرص اللي هو بترمي مسافه طويله قوي كده. ايوه كويس. ف يعني دايما تكوين جسماني للاعب الرمي انه يبقى طويل. دفع الجله بتبقى عايزه القصير شويه اللي هو مليان بيسموه ربع يعني بلغه الرياضيين. يعني اللي هو ربع انه هيشيل حاجه من تحت يبقى ايه كده. لكن القرص بيحتاج لان بتعملي لفه كده بشكل معين وتلفي تاخدي بيروات كده وبعدين ايه ترمي لمسافه بعيد. فالحمد لله يعني انا من عيله رياضيه اصلا يعني وكده. حكايه بقى ان احنا نتشاجر بالايد دي انا ما بسعاش لده خالص. اوكي. الا اذا الطرف الاخر يعني هو كان مش مهذب زياده عن اللازم او هو اللي نفسه يعمل ده او نفسه يقيس شكل ماجد او قوه ماجد او عايز يتخانق مع ماجد. في ناس تبقى كده. امتى اخر مشكل عملته؟ لا من زمان قوي انا ما بتخانقش يعني الحمد لله لسه وانا جاي. لا 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 حبيبي عم بمزح عم بمزح. ماشي خلصنا اسئلتنا وخلصنا الواننا واحرفنا وارقامنا بس الاستمتاع بحلقتك ما بيخلص فعلا. انا والجمهور كثير كثير مبسوطين. اخر طلب بدنا نجرب الزهر. اوكي. حظك هو اكثر شيء بيطلع 12 الرقم. اوكي فاهم فاهم. اوكي فحنشوف يعني مجموعهم 12 يعني اكثر حظ حلو هو 12 فحخليك ترمي الزهر. مع بعض ولا ايه ونشق ايه مع بعض لو سمحت. فين هنا؟ ايه بليز في النص هنا. ايوه. قرص ستة حلوين. ست ايه نص ستات. شو ستة ستات ايه؟ يعني الله يكون بعونك يا ام ادم. الله يكون بعونك. اسمع رنا عشان بتزعل. رنا يعني. حبيبتي رنا. رنرون. بس بدي اشكرك كثير. بدنا نسمع منك غنيه مع مايسترو والفرقه ونشكركم طبعا. كمان وحنشوفكم الاسبوع الجاي بضربه حظ. الله اكبر.